تقول لنا على مقابلة اليوم؟ فأولا كنبغي نهني جميع اللاعبين على المجهودات اللي قدموها في هذه المباراة، خاصة بعد ما خرجنا بواحد المعنويات اللي شيء مهزوزة انهزام في ميدان أمام الجمهور ديالنا. كنظن بأن جينا لمدينة الدار البيضاء باش نحققوا واحد النتيجة إيجابية نتأهلوا فيها الحمد لله للدور الموالي اللي غنستقبلوا به في ميدان ديالنا ونمشيو بعيد إن شاء الله في المنافسة ديال الكأس. البطولة الوطنية تعادل انهزام، فكنظن بان البدايه كانت مشجعه خاصه النتيجه امام الرجاء في الدار البيضاء. المباراه ديال البركان كانت عندها ظروف خاصه الشيء اللي خلانا نهزموا فيها، ولكن ان شاء الله في الدورات المقبله ديال البطوله الفريق غادي يكون الكلمه ديالو غادي يكون جيد هذا السنه. بالنسبه للاجواء اللي كتسود فيها الحمد لله، كنظن بعد التعاقد مع السي بدو الزكي والتعاقد مع مجموعه من اللاعبين كنظن بانه الجو العام ديال الفريق فهو جيد، مشجع للعمل مشجع للعطاء. كنتمنى ان شاء الله باش اللاعبين يبقوا في التركيز ديالهم ويحققوا نتائج ان شاء الله. غنقدروا نشوفوا اولمبيك اسفي بصوره مباينه الموسم ان شاء الله. اولمبيك اسفي غادي يظهر بواحد الصوره مباينه والسلامه طويله، فريق اولمبيك اسفي غادي ياخذ احد العطاء. شي كلمه للجمهور المصفيوي؟ كنهنيو على هذا الانتصار وكنتمنى ان شاء الله على انه يساندنا كما جا المباراه مباركه وساندنا، كنتمنى على انه يساند الفريق ديالو وان شاء الله العناصر كتخرج جوج باش انها